Elle est le moteur de la création de milliers d'emplois, notamment pour nos jeunes et nos femmes. Elle participe activement à l'insertion professionnelle et l'amélioration des conditions de vie de nombreuses familles marocaines. Grâce aux efforts conjoints de l'État, للتوفر عليه الدعم الى مؤهل. هذا هو الخطاب الرسمي اللي جيت نقول لكم قريته في الورقه. هذه الورقه غادي نطويوها وغادي نقول لكم انا اللي جيت اليوم باسم وزاره التجاره والصناعه باسم كتابه الدوله في التجاره الخارجيه باش نتعاونوا وباش نفتحوا افاق جديده من اجل تعزيز الصناعه ديالكم التصديريه، لان بلادنا اليوم محتاجة لمناصب الشغل. لا يمكن أن تخلقوا أنتم مناصب الشغل إذا ما عاوناكمش وما دعمناكمش وما وكبناكمش. معارض اللي كيتقام ديال النسيج والالبسه تحت الرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله الله يشرو كيبين الاهميه ديال هذا القطاع. اولا كتبرز بجوج ارقام، هو 1600 وحده صناعيه اللي كاينه في بلادنا و235 الف منصب شغل، هو المشغل الاول في القطاع الصناعي في بلادنا. هادو ثلاث ارقام كافيه باش تعطيكم الاهميه ديال هذا القطاع، وهذا القطاع اليوم محتاج الى دعم. الوزاره دعمته واحد الميزانيه ان شاء الله اللي غادي يشتغل بها. وعلاش دعمناه؟ باش يكون عنده اكثر قابليه للتصدير ويحقق الارقام مهمه في التصدير، باش ينتقل من 46 مليار درهم اليوم كثاني رقم معادله بعد صناعه السيارات على مستوى ديال بلادنا. ان شاء الله بغينا، واليوم جينا وغادي نستمعوا لهم في الاسابيع المقبله باش ندعموهم باش نواكبهم باش تولي قوه تصديريه كبرى، وباش هاد الشركات اللي اليوم محتاجه للدعم والمواكبه توجد في الكتابه ديال الدوله ديال التجاره الخارجيه ووزاره التجاره والصناعه السند من اجل مواكبتها باش تولي شركات مصدره ان شاء الله في المستقبل القريب. غادي تكون ان شاء الله الاسبوع المقبل هو اسبوع ديال التواصل، اسبوع ديال الانصات لهاد الناس هادو. كاين برنامج سطرته وزاره التجاره والصناعه ضخم، برنامج طموح كيهم التجاره والصناعه والتجاره الخارجيه. حنا غادي فقط نستقبلهم في ما يتعلق بالتجاره الخارجيه ونحاولوا نستمعوا لهم باش نعاونهم ان شاء الله مستقبلا.